السلام عليكم ورحمة الله. لأحرار السجون، لأحرار السجون أصوغ قلبي رسالة عاشق يهوى الكرام بسوريا بأرض القدس. أنتم كرام الخلق، نهديكم وساما إلى أمتنا العربية والإسلامية حيث كانت مواطنها، إلى من أحس بشعور الإنسان، إلى كل أب وأم وكل أخ وأخت يتابعوننا عبر أثير قناة التركية. نبرق إليكم بمحبتنا المتواصلة ونبدأ معكم فعالياتنا بعد هذا الفاصل. ما هي وجهة الثورات العربية وما القواسم المشتركة التي تجمع بينها؟ هل تحققت مطالب ثوار مصر وتونس وليبيا لتنطلق ثورات اليمن وسوريا وغيرها من الدول؟ ما هو سقف التغيير وما هي قدرة الشعوب على إحداث الفارق؟ بعد قليل في الألوان السبع. تقاليدنا وعاداتنا الراسخة معالم من التاريخ تتناقلها الأجيال، ما بين المدينة والقرية والأرياف، فلسفة الأعراس في إسطنبول نتعرف إليها بعد قليل في الألوان السبع. انطلقت الثورات في العالم العربي، وبدأ قطار الثورات يبني سكته الخاصة متدحرجا من خلالها من قطر عربي إلى آخر، ولكن كانت لابد من قراءة شمولية لواقع ومستقبل هذه الثورات. ماذا حصل في البلاد التي تمت فيها الثورة؟ وما هو مستقبل القراءة السياسية وسيناريوهات الواقع الموجودة في الدول التي لا زالت تشهد ثوراتها؟ وهل ستنتقل هذه الثورات إلى غيرها وسط مشاهد العنف والدموية المفرطة التي يتم بثها عبر شاشات الإعلام ووسائله المتنوعة؟ قراءات متعددة يسعدنا أن نطرحها في هذا المساء على ضيفنا الذي حل علينا كريما، الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. لنبدأ إذن مشاهدينا الأكارم بقراءة لواقع الثورات من خلال تقريرنا الافتتاحي، ثم بعد ذلك نبدأ بطرح أسئلتنا ومحاورنا على ضيفنا الكريم. عانت الشعوب العربية من حكومات مستبدة على مدار عقود طويلة، حكومات وسياسات حملت العالم العربي إلى حضيض الفشل والتراجع والإحباط النفسي. بعد عقود من الاستبداد السياسي الذي قضى على الحياة الحزبية والمؤسساتية وانتهاك الحرية العامة والفردية وحقوق المواطن في دول العالم العربي، استفاقت الشعوب لتطالب بهويتها وحريتها المسلوبة، وصدحت بحقها في وجه الأنظمة التي ترى أنها سرقت أحلامها وأحلام أطفالها بالحرية والعيش الكريم. ما حققته التحركات في هذه الثورات؟ وما طبيعة التعاطي الحزبي والمؤسساتي معها؟ وما هو موقف المفكرين والأدباء وصناع الفكر منها؟ وإلى أين تمضي بعد أشهر من انطلاقها؟ هل حققت مصر ثورتها؟ هل نالت تونس حريتها؟ ما هو مصير الثورة اليمنية التي تقصف بها طائرات صالح في الأحياء السكنية العامة؟ وما هو سقف النجاح المتوقع من ثورة سوريا الجريحة؟ هذه الأسئلة لا تزال عالقة في أذهان الساسة والمفكرين والشعوب العربية، سواء من عاش منها في ربيع الثورات العربية أو تلك التي لا زالت تنتظر دورها في سباق الحرية ونيل الحقوق من بين شدق الأنظمة السياسية التي مزقتها آمال الأمة وبعثرتها على طاولة مصالحها الذاتية المحصورة عائليا أو طائفيا أو حزبيا. إذن قطار الثورة لا زال مستمراً وهناك قراءات متعددة لمستقبله. الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية للدراسات والسياسات، نرحب بك مجدداً أستاذنا الكريم. لنبدأ أولاً بتوصيف للواقع الذي وصلت إليه السياسات الخاصة بالثورات، قراءتك للواقع ولتحدياته وتجلياته. الثورة لم تصبح فعلاً ماضياً في كل الأقطار العربية،
بما في ذلك في الدول التي انطلقت منها سلمية وكانت مفاجأة كبرى للعالم بأسره، تونس ومصر تحديدا. الثورة ما زالت فعلا جاريا على الأرض، أسقطت الدكتاتور ولكنها لم تسقط الدكتاتورية بعد، أسقطت رأس النظام ولكن النظام ما زال يقاوم. أعادت وضع هذه الدول حيث انتصرت الثورات على خريطة جديدة وفي سكة تحالفات جديدة وغير ذلك، ولكن ما زالت هناك البيئة الإقليمية والدولية تفعل فعلها في محاولة لاسترجاع الماضي وإعادة إحياء في الحقيقة ما دثرته هذه الثورات بأقدامها. الثورات في الحقيقة ما زال على رأس جدول أعمالها حتى الآن، تصفية العهود السابقة بكل ما تعنيها هذه الكلمة، اجتثاث الاستبداد والفساد. الفساد والاستبداد ليس برأس السلطة فقط، لم يكن محصورا فقط، هو الراعي والمظلة والحامي والحضن الدافئ للفساد والاستبداد، ولكنها الفساد والاستبداد متغلغلان بطريقة يعني يصعب ربما على كثيرين. لقد أهشتنا الثورات في اكتشافاتها بهذا المعنى، وشهدنا كم هي يعني متغلغلة، يعني حزب الفساد والاستبداد في ثنايا الدولة وأحيانا المجتمع وقطاع الأعمال وغير ذلك. سنوات 40 وربما أكثر من الركود في الحقيقة والاستنقاع عاشتها هذه المنطقة مكنت هذه النظم من أن تضرب جذورا عميقة في دولنا ومجتمعاتنا. الإطاحة بالنظام أمر سهل، ولكن تصفية قواعده يعني الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وأنماط السلوك التي كانت سائدة وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الحقيقة عملية ليست سهلة، وهي عملية جارية وقد تستمر لفترة ليست قصيرة من الوقت. ثم جاء الاستعصاء الليبي في الحقيقة ليحدث يعني نوع من الفرملة كما يقال لاندفاعة قطار التغيير، وهي اندفاعات جارفة بدأت في الحقيقة من تونس والقاهرة، وظن كثيرون وظننا معهم أنها ستسير بنفس السرعة ربما إلى عواصم أخرى، لكن الاستعصاء الليبي والجرائم التي قرفها نظام العقيد المجنون في ليبيا بحق شعبه في الحقيقة أحدثت نوع من التباطؤ في عملية التغيير. استتبع ذلك في الحقيقة يقظة معسكر الثورة المضادة في العالم العربي وقيامه بشن هجوم مضاد للثورة ولربيع العرب. هذا المعسكر نظر لربيع العرب بوصفه تهديدا وليس فرصة، فاستنفر كل ما في جعبته من أسلحة وأوراق لمنع انتقال هذا الربيع. وربما هذه القراءة المغلوطة هي التي أدت يعني باستعصاء أيضا على مستوى الأنظمة الحاكمة، بمعنى بناء استراتيجية دفاعية كما شهدنا في سوريا وكما شهدنا في اليمن، بمعنى أخذت الدروس والعبر مما جرى من الدول التي قبلها. هل يمكن لنا أن نتحدث عن أن الثوار أنفسهم أخذوا الدروس والعبر كما أخذتها الأنظمة الخائفة، دعنا نسميها كذا أستاذ راي؟ أعتقد يعني برهن الثوار يعني بالذات يعني في ليبيا يعني تكشفوا عن بسالة مذهلة في الحقيقة في مواجهة نظام العقيد. يعني أنا المفاجأة الكبرى بالنسبة لي يعني بعد اندلاع الثورة في تونس كانت في قدرة هذا الشعب الذي أخضع 42 عام لأبشع أنظمة الحكم الدكتاتورية، الذي تعرض لأسوأ عملية غسل دماغ يعني خلال هذه الفترة الماضية، أظهر بسالة منقطعة النظير في الدفاع عن حقه في الحرية والكرامة ولقمة العيش يعني الكريم بهذا المعنى. المفاجأة الثانية كانت في اليمن، بلد 60 مليون قطعة سلاح. هذا يعني هذا البلد في الحقيقة أظهر استمساكا بالأساليب الحضارية عز نظيره، يعني لم يطلقوا رصاصة واحدة شبان ساحة التغيير، حتى عندما قصفوا بالمدفعية من قبل نظام علي عبد الله صالح ظلوا مستمسكين بسلميات ثورهم وثورتهم، وظلوا مستمسكين بأهدافها المدنية الديمقراطية، وهم المجتمع العشائري المدجج بالسلاح من رأسه حتى أخمص قدميه. هي حقيقة حملت مفارقات كبيرة جدا أستاذ الكريم. البسالة في سوريا أيضا حيث يقاوم الشعب الأعزل في الحقيقة آلة قمع وحشية ودموية. هنا أستاذنا الكريم يعني لابد من طرح تساؤل على النخب المفكرة وعلى المحللين السياسيين. آلة الإعلام المضادة، بمعنى المشاهد التي تبث على وسائل الإعلام من القمع الدموي ومن مشاهد استهداف المدنيين العزل بسطوة غير مسبوقة، هل يمكن أن تؤثر على مسار الثورات؟ هل يمكن أن تكسر الروح المعنوية الموجودة لدى الثوار، سواء الذين يعني يخوضون ثورتهم لغاية الآن أو الذين يخططون للثورة؟
أكثر ما يعني ما يمكن أن يلعب تأثيرا سلبيا بهذا المعنى ليس مظاهر العنف السلطوي بهذا المعنى، بالعكس أنا شهدت أن هذه المظاهر أدت إلى نتائج مغايرة بمعنى من المعنى، أن كلما اشتد قمع النظام كلما اقتربت لحظة سقوطه، بدليل أن التاريخ الفعلي للثورة المصرية ليس 25 من يناير بل 28 من يناير يوم واقعة الجمل، عندما قررت السلطة أن تزج بكل قواتها إلى ساحة الميدان وبلطجيتها وزعرانها وغير ذلك في محاولة لكسر شوكة المصريين وإرهابهم. رأينا المصريين يردون على ذلك بمظاهرات لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق في صحيح. يعني في وقف التحدي لآلة القمع بهذا المعنى. لكن في الحقيقة دعنا نعترف، وهنا نحن يعني نخاطب فئة مثقفة يعني من الجمهور، دعنا نعترف أن شعوبنا تخشى اللعب على الانقسامات المذهبية والطائفية والفئوية والمناطقية بالنظر لاستمساكها ورغبتها في الحقيقة في الحفاظ على سلمها الأهلي، الحفاظ على وحدتها السكانية والترابية، وحدتها الوطنية. ربما يعني بعض مظاهر التجييش التي تقوم بها الأنظمة العربية، نظم الأقليات القبلية والطائفية وغير ذلك في الحقيقة، ربما هذه يعني تدفع بعض الأطراف العربية إلى التفكير مليا بهذا المعنى. ربما عدم وجود يعني تصور جاهز لدى قيادات هذه الثورة المدنية حول كيفية التعامل مع هذه التحديات يجعلها تتردد بعض الشيء. بالتأكيد. ولكن الوجه العام مقاطعة أستاذنا الكريم، يعني التوصيف الذي يعني تفضلت به أتفق معك فيه، ولكن هذا يدفعنا إلى طرح تساؤل مضاد، هل يمكن لهذه النخب التي تخوض ثورتها، نحن نعلم أن المجتمع العربي مستأصل حزبيا، أن هناك نعم. يعني كبت سياسي على أعلى المستوى، نتحدث عن فناء حزبي، نتحدث عن مسميات وشكليات صحيح. مفرغة من مضامينها صحيح. وعن عمل مؤسساتي لا يعرف التشبيك، لا يعرف نظريات المجتمع المدني الأساسية صحيح. هل يمكن لمثل هذا المجتمع الذي يخوض ثورة باسلة كما وصفتها أن يؤسس لدولة قادرة على إسقاط منظومة الفساد الموجودة وليس شخص الفاسد الموجود في سدة الحكم؟ يعني برهنت في الحقيقة الإرهاصات الأولى لما بعد الثورة أو لما بعد وصول الانتفاضة إلى ذروتها بإسقاط النظم في تونس ومصر، برهنت في الحقيقة أن الشعب يتعلم بسرعة ويتعلم في معاني الثورة وفي غضون أسابيع وأيام ربما ما لم يتعلمه خلال سنوات وعقود طويلة من الركود والاستنقاع. انظر على سبيل المثال ما يقال في مصر الآن وما يكتب وما يتردد عن التغييرات العميقة التي أصابت المجتمع المصري، عن روح التضامن الذي جرت في عروقه، عن روح الإيثار، عن العمل المشترك الذي تسمو، عن الرغبة في الحوار والتفاعل والتبادل، عن الفخر بكل ما هو قوي وعزيز وعظيم في التجربة المصرية، عن مراجعة الذات ونقدها. يعني هذا في الحقيقة جدل عميق يجري في غضون فترة زمنية، هذه هي المدرسة التي تعلم من خلالها الشعوب. انظر على سبيل المثال إلى تونس، انظر إلى ليبيا. يعني في ذروة الأزمة عندما كنت أتكلم مع بعض الأصدقاء في بنغازي على سبيل المثال ونسأل يعني كيف يتصرف الليبيون في هذه اللحظة، كانوا يروون قصص يعني مذهلة من حيث يعني حجم التغيير الذي طرأ على شخصية العربي بهذا المعنى. الثورات هي المدارس والانتفاضات هي المدارس التي تتعلم بها الشعوب في فترات قصيرة ما لم تتعلمه في عقود طويلة. نعم، إجابة على سؤالك، هذا ممكن، والعرب سائرون على هذا الطريق وسيبنون ديمقراطيتهم، ولكن في الحقيقة بعض مخاض قد يكون عسيرا ومؤلما بعض الشيء. بالتأكيد أستاذ عريب، يعني أمامي يعني 3 دقائق فقط واعذرني لذلك، ولكن أود أن أطرح عليك سؤالا ربما يكون مفصليا مع أنه يتكرر كثيرا. هنا لابد من دور النخب السياسية المثقفة، هنا لابد من الدور الواعي في فهم وهضم مصطلحات الثورة الجديدة، بمعنى نحن أمام واقع إقليمي لا يمكن تجاوزه. في ليبيا أبناء القذافي موجودين في دول الجوار، في سوريا الإقليم يلعب دورا مركزيا ومحوريا في صمود النظام في وجه شعبه، في اليمن نحن نتحدث، اليمن نفس المعادلة، نحن نتحدث عن معطيات لابد من فهمها، ومن يفهم ومن يقودهم النخب السياسية المفكرة حتى وإن انزووا عن المشهد السياسي في ظل بدايات الثورة وقالوا أنها ثورة شعبية، من يقود هي الطليعة، بالتالي هذه الطليعة عليها مسؤولية كبيرة جدا. هل هذه الطليعة تأخذ مجال ما يجري اليوم في الدول الأخرى مثار اهتمام حقيقي لتأسيس فهم جديد يمكن أن يتعاطى من خلاله مع الإقليم كمقدمة للتعاطي مع الضغوط الدولية فيما بعد؟ أنا أعتقد أن هناك إرهاصات وعي مبكر في هذا المجال، يعني لدى النخب السياسية ولدى الناشطين في الميدان،
واعتقد ان الناشطين ربما سبقوا النخب في شق الطريق يعني امام فكر جديد ومرحله جديده في التعاطي، تعاطي النخب السياسيه مع تحديات يعني ربيع العرب ان شئت. يعني نشهد الان زخما لم نعرفه طوال الأربعين، لم اعرفه في حياتي على اقل تقدير، يعني منذ ان تفتحت عيناي في هذه الدنيا لم ارى في الحقيقه يعني هذا النهوض في الشخصيه العربيه للعقليه العربيه، هذا الاعتزاز، هذه الثقه، هذه النديه في التعامل مع الاخر، هذه الرغبه في شق طريق مستقل، طريق حر بمعنى من المعاني. في ظني ان هناك ارهاصات وعي دفع الشعب العربي ثمنها باهظا في ميدان التحرير وشارع الحبيب بورقيبه وفي حمص وفي ساحه التغيير. هل ستؤسس خريطه جديده في العالم؟ هذه هي الموجه العربيه الديمقراطيه، هذه هي الموجه الرابعه، كان يقال لنا انكم فوتتم ثلاث موجات ديمقراطيه عالميه، تركتكم وحدكم بلا ديمقراطية في كل هذه الكرة الأرضية. نحن الآن نصنع موجتنا الرابعة وهي موجة عربية بامتياز، ولقد صنعناها وحدنا من دون أن يمن أحد علينا بها، وبهذا المعنى من حقنا أن نشتق نموذجنا وأن نشتق خيارنا وأن نبني ديمقراطيتنا التي نريد. هل ستتوقف؟ بنعم أم لا؟ هل ستتوقف بسبب المشاهد التي نشاهدها أم ستبقى سلمية وستتوسع؟ لن تتوقف، ستستمر إلى الأمام وصعودا حتى تصل إلى أهدافها رغم المخاض الصعب والعسير في هذا المجال. نعم، الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، نشكرك جدا على وجودك معنا وأعذرنا لضيق الوقت. وأعزائي المشاهدين، نحملكم إلى فضاء الكاريكاتور الذي نتابعه سويا بلا تعليق. فنانة عالمية طافت الدنيا وهي تحمل كاميرتها الفوتوغرافية، ولكنها ما إن استقر بها المقام في إسطنبول حتى عشقتها فأقامت بها معرضا خاصا حمل اسم إسطنبولي، إسطنبول التي نسبتها إليها. نستقرئها في تقريرنا الآتي من خلال لوحات إبداعية ودنيا المعارض. تدعى أندريا كونزي، ألمانية المولد والنشأة، مصورة فوتوغرافية عشقت الترحال في بلدان الشرق، مما زاد رصيدها من الصور تنوعا وبريقا يتجلى فيما تزخر به الثقافة الشرقية من مناظر وألوان زاهية تبعث على الطمأنينة والراحة في نفوس مشاهديها. زارت أندريا كوزينغ الشرق الأوسط من سوريا إلى لبنان فالأردن لتقف في مدينة إسطنبول. هذه المدينة شدت انتباه ومشاعر أندريا كوزينغ وجعلتها تقيم فيها مدة السنة والنصف سنة. لندعى أندريا كوزينغ تروي لنا حكايتها مع مدينة الألف جامع. الناس الذين رأيتهم يختلفون عن الناس الذين رأيتهم سابقا، لنقل أني لم أواجه مشكلة في تصوير الناس، ولكن حقيقة التغيير في التقاط الصور بأسلوب فني في بيئات مختلفة شكل عاملا فارقا في معادلة التصوير الفني لدي. تميزت الصور الفوتوغرافية التي قدمتها الفنانة أندريا كوزينغ بتسليط الضوء على الجانب العصري من هذه المدينة التاريخية، وجوه المارة في الشوارع، بائع الماء في الساحات، ضفاف مضيق البوسفور، شارع الاستقلال المزدحم بالمارة. كل هذه العناصر جعلت من الفنانة المصورة تسمي معرضها إسطنبولي، أو بمعنى آخر إسطنبول لي، فهي تشعر أن مدينة إسطنبول أصبحت جزءاً لا يتجزأ من شخصيتها. وأهم شيء يتميز به الأتراك على حد قولها هو عدم امتناعهم عن التصوير، وهذه نقطة إيجابية جداً بالنسبة للفنان الفوتوغرافي. تختلف عدسات الكاميرا من مصور إلى آخر، وتختلف الأماكن والأزمنة،
لكن مدينة اسطنبول تبقى دائما عروس الشرق من كل النواحي. حملت راية الإسلام ورفعتها للعلا، وحظيت بلقب عاصمة الثقافة الأوروبية، وتحتضن أهم المؤتمرات الدولية. يا لها من مدينة رائعة. تحتل الأعراس مساحة واسعة في أرشيف الثقافة العامة لأي أمة، وما بين طبيعة الديانة والأعراف والتقاليد والبيئة المجتمعية وطبيعة الالتزام وظروف الحال الاقتصادي، تتنوع هذه الأعراس ما بين القرى والمدن والأرياف، حاملة معها نكهة مميزة ربما تضفي وترخي بظلالها على مسار الحياة برمته. ثقافة الأعراس في إسطنبول هنا كان محورا لبحث معمق لضيفتنا التي نسعد باستضافتها في هذا المساء، وهي كاتبة وباحثة وأيضا مديرة لمؤسسة تعنى بأنشطة المبدعين، الأستاذة ملتم بايزيد تبلر. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا. سنبدأ معكم أعزائنا المشاهدين بقراءة مبدئية لواقع الأعراس في إسطنبول، بعد ذلك نبدأ بطرح أسئلتنا على ضيفتنا الكريمة. إسطنبول محطة اهتمام كثير من الناس في العالم بجمالها الطبيعي وقيمها الثقافية، وكل عام يفد ملايين الناس من بلاد مختلفة لمشاهدة هذا الجمال، بالإضافة إلى أن من يأتي إلى هذه المدينة لأجل السياحة والتجارة، فهناك من يأتيها لأغراض مختلفة تماما. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض الفئات من الناس الذين يأتون لأجل إقامة الأعراس. تضاعف عدد الوافدين إلى إسطنبول لأجل إقامة الأعراس لدرجة أنه ألف كتاب في هذا الموضوع. لقد ظهر هذا الكلام بسبب طلبات الناس لفهم معنى القيام بالعرس بإسطنبول، أي تحقيق حدث من أهم الأحداث في الحياة. إسطنبول القديمة بمثابة قدم البشرية والجديدة مثلها، وحتى لهذه الخاصية فقط فإنها تستحق أن تحتل مكانا في مقدمة مدن العالم. الكتاب الذي ألفته ميلتم بيزيد تبلر يتحدث عن خصائص كثيرة لإسطنبول، حيث تكتشفون الفروق الكثيرة في القصور التاريخية والفنادق الكبيرة وأحياناً في الحدائق الصغيرة. تبلر هي في نفس الوقت رئيسة ومؤسسة جمعية تخطيط النشاطات الإبداعية وتطبيقها، التي تعتبر من الجمعيات الرائدة في قطاع الأنشطة، وهي كذلك من رواد تأسيس برنامج شهادة إدارة الأنشطة بشراكة مع مركز التعليم مدى الحياة، وهو مركز تابع لجامعة بوغاز إتشي أي البوسفور، وكذلك تقدم دروسا عن تجاربها المهنية في نفس البرنامج. وتستمر تبلر في عقد مؤتمرات وندوات في قطاع الأنشطة وتربية متخصصين لهذا القطاع. نعم، ومعنا ضيفتنا الأستاذة ملتم بايزيد تبلر، نجدد ترحيبنا بحضرتك ونسألك بواقع خبرتك وبواقع أبحاثك ودراساتك والكتاب الأخير الذي ألفته حقيقة، وهو ملفت للنظر بالمادة التي احتوى عليها، ماذا يعني العرس في الحياة الاجتماعية كنظرة تاريخية وواقعية أستاذ؟ الأعراس في كل دولة وفي لا شك أنها جزء من الثقافة، ولا شك أن المجتمعات لها ثقافته الخاصة بالأعراس، فلهذا السبب بإمكان هذه الثقافة أن تحلل الوضع الاجتماعي. أنا شخصيا أعمل في قطاع الأعراس منذ 16 عام، ويوجد لي شركتي الخاصة في هذا الإطار، وأنا
بدأت ربما وساهمت في تنمية هذا القطاع. هذا القطاع قبل 16 سنة لم يكن إلا هناك عدد بسيط من الشركات، الآن يوجد لدينا عدد كبير من الشركات. الكتاب ألف لهذا الغرض والسبب. إسطنبول تحتضن الكثير من الأجانب، ليس فقط العرب، الأوروبيين، الأمريكان، الأجانب، الروس، وكذلك دول الجوار المتعددة والمختلفة الذين يأتون لزيارة إسطنبول. هناك الأعراس في إسطنبول تزداد يوما بعد يوم، ولهذا الغرض ولهذا السبب هذا الجمال في هذه الأعراس حاولنا التحدث عنه. نعم. في هذا الكتاب أستاذ ملتم، عندما نتحدث عن يعني فلسفة الأعراس حقيقة تختلف باختلاف البيئة والظروف الاقتصادية والمناخ الاجتماعي وغيرها. داخل تركيا هنا نتحدث عن فلسفة الاختلاف ما بين القرية والمدينة والأرياف، بل وحتى عندما نتحدث عن المدن هناك مدن فارقة ما بين إسطنبول وغيرها من المدن، هناك فرق شاسع. هل حدثتنا عن هذا الاختلاف الموجود في ثقافة الأعراس وتقاليدها الخاصة بها؟ نعم، عندما أنا أيضا أدرس في الجامعات وفي عدد من المراكز أتحدث عن ثقافة الأعراس وأتحدث عن هذه الأمور. ثقافة الأعراس موجودة منذ العصور الأولى، وبإمكانك أن تصل إلى ثقافة تلك الشعوب. إسطنبول تمتاز عن غيرها لأنها تحتضن جميع الأديان، تحتضن جميع الثقافات. يوجد لدينا المعابد اليهودية، الجوامع، المساجد، الكنائس. مهما كانت ديانتك ستجد معابدك، وستجد أيضا أن تقوم ب العرس على طريقتك الدينية. ويوجد لدينا أيضا الأتراك، بالإضافة إلى الأتراك يوجد لدينا شركات مسيحية، شركات يهودية. هؤلاء مواطنون أتراك أيضا يقومون بأعراسهم على طريقتهم. بإمكانك أن تقوم بالعرس بخلفيتك الدينية وكذلك خلفيتك الثقافية. هذا ما يجعل إسطنبول مميزا. مثلا لن تستطيع في باريس أن تقيم عرسا دينيا إسلاميا. بإمكانك ولو ذهبت إلى مثلا دولة إسلامية عربية لن تستطيع كمسيحي أن تقيم الأعراس بطريقة كما تشتهي وتريد، أو كذلك إذا كنت يهوديا. هذا الأمر متوفر في إسطنبول. إذن نحن أمام خليط من الثقافات، وخليط على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى التاريخ وحتى على مستوى العادات والتقاليد والثقافات الموجودة في داخل إسطنبول. هل هذا ما شدك أستاذ ملتم بايزيد لكتابة وتأليف هذا المصنف الذي عرضناه على المشاهدين الآن؟ هل شدك هذا الموضوع، تميز إسطنبول، تميز ثقافة الأعراس وتنوعها فيها؟ هل هذا السبب والدافع وراء كتابتك لهذا الكتاب؟ نعم بالطبع. أنا منذ 16 سنة كما قلت أقوم بالخدمات في الأعراس من خلال شركة، ويوجد هناك اتحاد لهذه الشركات وأنا أرأسه منذ 5 سنوات في ضمن هذا الإطار. عندما أتحدث عن إسطنبول وإقامة الأعراس في إسطنبول، وخاصة قبل 10 سنوات أقمت عرسا في إيطاليا، عرسا لعائلة تركية، تذكرت هناك لماذا الناس لا يأتون إلى إسطنبول. إسطنبول بثقافتها، بعطائها، أيضا بالبنية التحتية لديها، بالنمو الحضاري فيها، هذا الأمر لماذا لا يأتي الناس إلى هنا ويقيمون الأعراس. وأردت أن أفعل هذا من خلال كتاب، لأن الكثير من الناس لا يعرفون قيمة إسطنبول. مثلا عندما يأتي الإنسان إلى إسطنبول كيف بإمكانه أن يقيم عرسا مميزا. هذا الكتاب هو أرشيف للكثير من الأعراس بحسب خلفيتك الفكرية أو الخلفية الثقافية. إذا أردت مثلا أن تقيم عرسا على ضفاف البسفور أين ستذهب؟
وما هي الخدمات التي تقدمها الفنادق ذو الخمسة نجوم؟ وإذا أردت أن تقيم عرسا مثلا في قصر، أين يجب عليك أن تذهب؟ ربما هي يعني مساهمة حقيقية وفاعلة في إرشاد الراغبين بالزواج في إسطنبول. أستاذة، عندما نتحدث الآن بواقع خبرتك حقيقة وبواقع المعرفة التي تعطينها لطلبتك في الجامعات واحتكاكك بصالات الأفراح وغيرها من الفنادق التي تتم فيها الأفراح والصالات الخاصة بها، هل يمكن لنا أن نتحدث عن رغبة حقيقية عند كثير من الناس سواء من العالم العربي أو الغربي للقدوم إلى إسطنبول فقط للأعراس أم لقضاء العرس وشهر العسل كما يسمى؟ كل سنة تمر علينا نحن نشاهد عروضا متيايدة، مثلا الأعداد في صيف 2010 نحن ضعفين من الأعراس التي أقمناها في هذا العام مقارنة مع العام الماضي. طبعا نحن يبدأ الأعراس لدينا في الشهر الرابع وتنتهي ربما في شهر أيلول، لأن الأشهر الصيفية هي التي تكون مدعاة للأعراس. نحن نشاهد عددا كبيرا من الأعداد المتزايدة لطلب الأعراس على الصعيد الدولي. بالطبع هي يعني الأسرة ركيزة للمجتمع، والحياة الأسرية هي حياة مقدسة يعني أحاطتها كل الديانات بهالة من التقديس، وفي ديننا يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يا معشر الشباب. لكن هناك قراءة خاصة أن ليلة الزواج والاحتفاليات الخاصة بالزواج يمكن أن تكون عنوانا للحياة الزوجية، بمعنى ربما لو فهمنا يعني حقيقة الاستعداد، وبالطبع هناك يعني ليس كل الناس على قدر واحد أو لا يستطيعون الحضور إلى إسطنبول بحسب يعني الطاقة الموجودة، ولكن هناك يعني رؤية خاصة أن ليلة الزواج واستعدادات ليلة الزواج واحتفالات ليلة الزواج يمكن أن تكون بداية لحياة سعيدة حقيقية مؤصلة لعلاقة متينة بين الشخصين وبين عائلاتهما أيضا. هل هذه القراءة صحيحة أستاذة؟ هذه نعم قراءة صحيحة، فلذلك أنا أحب مهنتي لأنني أتواصل مع عائلات من ثقافات متعددة مختلفة، الشباب مع الكبار، عائلتين مختلفتين من خلفيتين ربما في الغالب مختلفتين، المدعوون يشاهدون بعضهم الكل يشاهد نفس أصدقائه ربما لأول مرة أصدقاء العائلة بشكل عام. هناك أحيانا تكون هذا العمل يجب أن تقوم فيه كعمل نفساني، لأنك يجب عليك أن تلبي مطالب العائلتين، لأن بالنسبة لهما هذا أهم يوم بالنسبة للعائلتين. نحن نعمل كمختصين في علم النفس من أجل أن نجمع العائلتين في نقطة مشتركة، وهذا هو صعوبة الأمر. وأنت تشرح أمرك وعملك، أحيانا تشرح عملك لعشر أشخاص أو 15 شخص أو 20 شخص، وهذا ما يعقد الأمور أحيانا، وربما يكون هذه هي المتعة في العمل. مثلا أنا لأنني أعمل في هذا القطاع منذ 16 سنة، إلا أنني أصبح بالنسبة لهم شخصا ليس بمنسي، لأنني أكون قد حققت لهم أجمل يوم في حياتهم. اجتمعت في المطار مع عائلة قمت بتزويجها، وستجد أيضا كذلك أصدقاء يحبونك في كل مكان. بالتأكيد أستاذة ملتم بايزيد تابلر، هناك سؤال خاص أثناء استطلاعنا للكتاب. أنت لم تتحدثي عن ثقافة الأعراس فقط، وإنما عرضت في الكتاب أيضا يعني الاستعدادات الخاصة بهذا الزواج، عرضت بعض الصور لموائد الزواج، عرضت بعض الصور لصالات الأفراح التي يمكن للإنسان أن يقبل عليها، بمعنى هو دليل سياحي وليس فقط بحث علمي مؤصل وليس فقط قراءة في واقع الأعراس. هل هذا صحيح؟ تابع
صحيح، هذا بلا شك في هذا. نحن نلتقي مع الناس وجها لوجه. إعداد كتاب كهذا الأمر صعب للغاية، لأن هذا الكتاب يشرح اللحظات الخاصة بالناس. نحن عندما حاولنا الاتصال بالناس وحاولنا أيضا أخذ الإذن من الناس قبل نشر صورهم، ذهبنا إلى تواصلنا مع لبنان وتواصلنا مع اليونان، تواصلنا مع دول متعددة مختلفة من أجل أن نحصل على هذا الكتاب بأبهى صورة، من أجل أن يستخدم هذه الصور في هذا الكتاب، والكل قد سعد بهذا الأمر. لولا هذه الكتب لما استطاع الناس أن يفهموا جمال الأعراس في إسطنبول. بالتأكيد هي ثقافة ممتدة، وربما يعني التأكيد عليها في جميع الديانات لما لها من دور في حفظ النسب وفي حفظ يعني الحياة البشرية بامتدادها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ونحن حقيقة نوجه لك الشكر على هذا الجهد العلمي وأيضا الجهد الأرشيفي الذي قمت به الأستاذة ملتم بايزيد تبلر. حقيقة الأمة بحاجة إلى فهم لطبيعة الأعراس ولطبيعة الاجتماع، الواقع الاجتماعي الذي تؤصله وتؤسس له هذه الثقافة الممتدة، سواء على المجتمع الخاص بالعريس والعروس أو كما نسميهم العروسين، وأيضا على مستوى العلاقات المتأصلة ما بين العائلات. سبحان من جعل النفوس لبعضها في كل شيء قسمة ونصيبه، هي الأعراس وثقافتها. إذن ثقافة ممتدة حاولنا أن نستقرئها مع مؤلفة هذا الكتاب الذي عرضنا على حضراتكم واجهته وأيضا بعض الصفحات التي فيه، ليكون عنوانا جديدا لمن يرغب، ممن يستطيع، في قضاء ليلة العرس أو شهر العسل في تركيا. قراءتنا متنوعة وبرنامجنا بألوان الطيف السبعة. ونحملكم أعزائنا المشاهدين بعد شكر ضيفتنا الكريمة على وجودها معنا إلى فضاء الكاريكاتور مرة أخرى، وجولتنا الكاريكاتورية مع ما خطته يد فنان الكاريكاتير الخاص بالبرنامج دمير هانكادي أوغلو. نتابعه سويا. دعوني في ذرى الشام فإني أحن لمصر أشتاق العراق. وصلنا إلى وداعكم، إلى نقطة الوداع والفراق أحبتنا، حيثما كنتم نبرق إليكم بمحبتنا كما بدأنا بالمحبة، على أمل اللقيا بكم مجددا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.